بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن عشر. كرسي رفيع، كرسي منعوت، رفيع نعت فقط. أو تقول كرسي خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هذا كرسي رفيع، كرسي وضيع، كرسي منعوت، وضيع نعت. ولد مطيع، مطيع نعت. ولد عاص، ولد منعوت، عاص نعت. مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة للتنوين، منع من ظهورها الثقل. أصله عاصي، تلميذ مؤدب، مؤدب نعت لتلميذ. قلم جميل، جميل نعت. منشار كبير، كبير نعت. صندوق صغير، صغير نعت. مخرز كبير، كبير نعت. ولد قبيح، قبيح نعت. أخي يقفل الصندوق الكبير. أخي مبتدأ مرفوع وعلامات رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. يقفل فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو يعود على المبتدأ. الصندوق مفعول به، الكبير نعت للصندوق. أين المفتاح؟ هنا يا أخي. أين اسم استفهام خبر مقدم، المفتاح مبتدأ مؤخر. هنا ظرف مكان بخبر محذوف. يا حرف نداء أخي منادى، وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير أين المفتاح، المفتاح كائن هنا يا أخي. هات القفلة وأقفل الباب. هات اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، القفل مفعول به، وحرف عطف أقفل فعل وفاعل، الباب مفعول به، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. التلميذ المطيع يحبه معلمه. التلميذ مبتدأ، المطيع نعت للتلميذ. يحب فعل مضارع خبر، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهو عائد على المبتدأ. معلم فاعل وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. نشرت الخشب بالمنشار الكبير. نشرت فعل ماض والتاء فاعل، الخشب مفعول به. بالمنشار جار ومجرور متعلق بالفعل نشرت، الكبير نعت للمنشار. قطعت الخشب بالفأس الكبير. قطعت فعل وفاعل، الخشب مفعول به. بالفأس جار ومجرور متعلق بالفعل قطعت، الكبير نعت للفأس. المعلم يحب التلميذ المطيع. المعلم مبتدأ، يحب فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. التلميذ مفعول به، المطيع نعت للتلميذ. الولد العاصي لا يحبه معلمه. الولد مبتدأ، العاصي نعت. لا نافية، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يحب فعل مضارع خبر. أو تقول لا يحب جملة فعلية، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وهو عائد على المبتدأ. معلم فاعل وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مضاف إليه. فتحت الصندوق الصغير. فتحت فعل وفاعل، الصندوق مفعول به، الصغير نعت للصندوق. أدخل الردهة الواسعة. أدخل فعل وفاعل، الردهة مفعول فيه، الواسعة نعت للردهة. دخلت الحجرة الضيقة. دخلت فعل وفاعل، الحجرة مفعول فيه، الضيقة نعت للحجرة. أبوك يحبك. أبوك مبتدأ وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مضاف إليه. يحب فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ، والكاف ضمير متصل مفعول به. أخي يحبني. أخي مبتدأ وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. يحب فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ،
والنون نون الوقاية حرف يقي الفعل من الكسر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. والياء ضمير متكلم مفعول به. أكتب المكتوب بهذا القلم الجميل. أكتب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. المكتوب مفعول به. بهذا جار ومجرور متعلق بالفعل أكتب. هذا منعوت القلم نعت لهذا. الجميل نعت للقلم. هذا ولد مؤدب. أنا أحبه كثيرا. هذا اسم إشارة مبتدأ. ولد خبر أول. مؤدب نعت لولد. أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. أحب فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وهو عائد على المبتدأ. والهاء ضمير متصل مفعول به. كثيرا نائب مفعول مطلق التقدير إحبابا كثيرا. والجملة الإسمية في محل رفع خبر ثان. أو تقول هذا اسم إشارة مبتدأ ولد خبر مؤدب نعت أول. الجملة الإسمية أي أنا أحبه كثيرا في محل رفع نعت ثان. والله أعلم بالصواب.